الكثافه وين حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح موقع الفندقومية ونحن
نحن ان شاء الله على موعد مع تكريم طلابنا الذين طلابنا الذين حصلوا على علاماتهم الباهرة والذين رفعوا رؤوسنا ورؤوس اهاليهم. والحمد لله رب العالمين على هذا النجاح، وان شاء الله في الايام القادمة سيكون لهم حفل تكريم خاص فيهم على مر الجميع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم لحلقة تحرير الوطن الفلسطيني موقع البن القومي، واحلى كاف لحلقة فتح احنا في البلد، احلى شباب، اهلا وسهلا بالجميع. كل السلامات لحبيبنا والاخ محمد امين جاسر، زيكو بهن الشباب ولا تصفوا، حياهم الله جميع. الشباب الدكي تفضلوا معنا يا اخواننا، جاهزين؟ الله يجمعنا. يلا حبيبنا افسحوا المجال يا اخواننا الشباب. لو سمحتوا يا حبيبنا افسحوا المجال ورا. سيابا يا 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 سيابا يا